السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات كتاب الطالب خاص باللغة الإنجليزية. وصلنا إلى صفحة 38. في صفحة 38 عندنا هذا الموضوع، What is the matter؟ يعني ما لا المهمة أو ما المسألة؟ هاي مهمة، هاي مهمة. إنه شوفوا الصور اللي موجودة، الصورة الأولى هو يحكي لنا، يتكلم لنا عن الأمراض. الصورة الأولى اللي هي broken arm، broken arm، نكتب broken arm، يعني نكتب broken arm. بالنسبة يعني مكسور الذراع. بالنسبة إلى الصورة الثانية اللي هي جاي جح، يعني أكف، سعال أكف، هاي نايم لفظ أف، جي اتش نايم لفظ أف، أكف كف. زين، الثالثة اللي هي إذا نشوف إنه هدأك، هدأك ثالثة، هدأك يعني وجع أو الصداع، هدأك أو وجع الرأس أو الصداع. بالمناسبة هاي الجي اتش تلفظ ك، الرابعة عاني من ارتفاع درجة الحرارة فأتم رجال. زين، أتم رجال ارتفاع درجة الحرارة. اللي وراها ورم، هنا يعني توث اك، وجع الأسنان، توث هنا خلي اك تعريف توث اك. زين، هنا استوماك، بالمناسبة هاي أيضا تلفظ استوماك هيك، يعني ألم المعدة، استوماك هاي أيضا تلفظ ك، هاي تلفظ ك. هنا خلي نشوف شنو هاي اللي بقت عندنا، بقت عندنا سور ثروت، يعني التهاب الحنجرة. قد يجيب لي حروف مفقودة، هاي اكتبوا علينا يعني لازم تحفظوها الكتابة وكذا. قد هنا feel feel sick، يعني نشعر بالمرض أو هو مريض. زين، والنوبة عندنا هنا a cold، يعني رشح برد، نزلة برد a cold. هنا رش اللي هو معناها طفح جلدي. هذا بالنسبة للي حل هذا التمرين. نجي على التمرين اللي بعده، يو شود، يعلمنا هنا يو شود اللي معناها ينبغي، ويو شودنت لا ينبغي، هاي نستخدمها بالأمراض، عكس اللي ماست ومصنت اللي راح تجينا اللي يجب ولا يجب، ليش لازم بالأشياء بالحاسوب ما حاسوب، بينما هنا نستخدم بالاكل والامراض نستخدم شود او شودن، لان ينبغي او لا ينبغي، يعني مو شرط العمل يسويه. النمبر 1 اللي هو جو تو بيد، الذهاب الى الفراش، يا نقطه هي النقطه الثالثه. زين، هنا عندنا ايت لوس اوف فود، يتناول الكثير من الفاكهه. زين، هنا عندنا وير، وير warm clothes، يلبس ملابس يعني دافئة، هي رقم 4. وهنا take a tablet، يعني يأخذ حبالة، هي رقم 7. وعندنا هنا العفو go a doctor، رقم 7، يأخذ حبالة، رقم 5. خمسة هنا سبعة، وهنا drink something hot، رقم 2 يشرب شيء ساخن.
هذا يعني اللي تحطه معانا تحطوهن. نجي هنا أنا ايضا هذا الباسم قد يجي له تنقيط من بنيته معين، قد يجي تنقيط من بنيه الكلمات. بالنسبه لهذا التمرين، هذا تمرين مهم. نجي على I have stomach ache. You فراغ so much cake، يعني eat يستخدم eat، هو يعاني من الم المعده لانه اكل كميه كثيره من الكلمات. شي هكات هياك بالبرغية جرحة اصبحها، يجب ان تضع عليها البلاستر او البانديج اللفاف. احنا شنو نكتب بوت، زين فعل بوت يضع. I have a toothache، انا اعاني من وجع الاسنان، لازم ان اذهب الى طبيب الاسنان دنتست. I think my leg is broken. You اعتقد انه ساقي انكسرت. ان ستاند، لا استطيع. يو ستاند، افعل. زين العفو، احنا هنا يجب ان نستخدم شد او شدنت. خطأ صار عندنا، ما انتبهنا. هنا لازم نستخدم أو شدنت. زين هنا يو شدنت، يعني لا ينبغي أن تأكل الكثير من الكيك. شدنت كيك، بينما هنا شد بوت، يجب أن تضع بلاستر على الجرح. هنا يو شد جو وراها لو انت رجل مكسوره، يعني لو شفت ينبغي عليك ان لا تقف عليها. فبدنت ستاند. هنا هي دزنت فيل، هو لا يشعر بالتحسن. هاز كول تاف كول اون هيز توت. سو اتش بي هي شفت، يجب ان لا ان لا يكون، يعني شفت بي هات سكول لا يكون في المنزل. My feel are hurting. قدم تؤلمني. Your shoes are too small. You should assemble. يعني ينبغي عليك you should أن تشتري وحدة should buy. You should buy assembled one. Your shoes are too small. هذا حقيقة صغيرة، يجب عليك أن تشتري حذاء أكبر. They are always tired at school. هم جدا تعبانين. They شنو أن يأخذون. You should get more. ناخذون ينبغى عليهم ان ياخذون وقت من النوم. هنا it is so hot and he feels sick، يعني هو جدا ساخن حار، يعني مسخن. and هو يشعر بالمرض. he should ينبغي عليه drink more water، يشرب من. هنا يقول my little brother burnt himself، يعني حرق اصبعه احترق. هي شدنت، ينبغي عليه لا ينبغي شدنت شدنت touch ان لا يلمس القدر الحار. زين نجي هذا اللي هو الايميل اللي عندكم. هنا هذا التمرين ايضا مهم، قد يجيني توصيل يقول يو شودنت وير، يعني يجب لا ينبغي عليك ان تلبس. هنا عندي اقدر اختار اختيارين، اقدر اختار مثلا هنا اختار شوز ذات ار تو سمول، ينبغي عليك ان لا تلبس الاثاث التي جدا صغيره. واكو ايضا بعد ملابس جو اعتقد، فكيف يو شود هاف، يجب ان تاخذ شنو
او enough break يعني استراحه كافيه. راح نمبر 3 هذه هنا you shouldn't play يجب ان لا تلعب for too many hours لعدة ساعات هاي رقم 4 زين. You should drink يجب ان تشرب كمية كافية من الماء 5 وهنا you shouldn't wear او you shouldn't only eat يجب ان لا تتناول فقط الحلويات sweets وهنا you shouldn't wear لا ينبغي عليك ان تلبس هنا عندنا لا ينبغي عليك ان تلبس ان تلبس الملابس السمنه هاي تقدر تختارها هي او اثنين بينهم صحيحات زين. نجي بعد عندنا يو شود هاف انها هاي ثالثه وصلنا للثامنه يو هاف هيد ايك انت اشعر بصداع سو يجب ان اخذ استراحه سو من تشوفون سو يعني تاخذون مالت المرض معنا. تسعة يو فيل هوت تشعر انه مسخن هو لازم شنو الحرارة سو يو شود كول داون اندر تري يجب ان تشوف ينبغي عليه مكان بارد تحت الشجر. العاشرة موجودة بعد منو قطع هنا انا في بريكفاست وينها انا في بريكفاست اتناول اول وحده هنا يعني. يو شود ايت ان تاكل يعني انا بريكفاست فطور كعب زين. هذا بالنسبه لحل هذا التمرين لهنا انا درسنا لهذا اليوم انتهى. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.